بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اي فيوز، درسنا رقم 6 مع الكشف على التعددية الخطية عن طريق حساب معامل أو استخراج هنستخرجه وكمان هنحسبه. معامل التضخم التباين اللي هو VIF Variance Inflation Factor، هنحسبه مرة وهنستخرجه مرة. فنشوف مع بعض دلوقتي. عندنا سلسلة بيانات، طبعا ارقام انا ولدتها بحيث انها تكون مرتبطة مع بعض. ولدتها ازاي؟ عشان تشوفوا طريقة توليد البيانات بالمنظر ده. حطيت ارقام يعني راندم من بين 10 الى 100، وعملت الامر ده لثلاث اعمدة. وبعد ما عملتها عشان الارقام ما تقعدش تتغير اكتر من مرة، نسختها ولصقتها از نمبر. يعني لو انت فضلت بالراندم بتفضل تتغير. يعني لاحظوا معايا هنا، لو انت قلت يساوي راندم بتوين 10 100 ودوست انتر، كل ما لما تيجي مثلا تسحب هنا كده وتسحب، لاحظتوا بتتغير كل ما تسحب تتغير. فانا عشان احافظ على الارقام اللي ولدتها اروح قايله نسخ، وبعدين في نفس المكان عليها اروح قايله لصق. بس لما الصقها لاحظت برضو اتغيرت، الصقها اقول ايه؟ اقول ستوب بقى راندوم وحطها لي از نمبر 1 2 3. فكده خلاص هو بيحطها كارقام، مش هتتغير تاني. وفي نفس الوقت برضو مش هقدر، يعني مش ما بقاش عليها عمليه، يعني مش هتنسحب. فدي الطريقه اللي انا ولدت بيها الارقام. فولدت ثلاث اعمده، وبعد ما ولدت الاعمده مسكت كل عمود وعملت له سورت. يعني وقفت على رأس العمود ده وقلت سورت من هنا. بس لما بقول سورت، لما باجي اقول سورت مثلا، اختار انه اعمل سورت على بس السلكشن على هذا العمود، واكرر نفس العملية للتلات اعمدة. بكده انا حصلت على ارقام مولدة، وزي ما انتم شايفين كلها مرتبطة مع بعض، الصغير في الاول والكبير في الاخر. شفت الارقام الكبيرة تحت والصغيرة فوق. طيب نشوف دلوقتي بعد ما عملنا الارقام ولدناها ودخلناها على الاي فيوز، هنروح نعمل معادلة الانحدار من اوبن اسكيوشن. هنحط الواي وبعدين السي كونستانت وبعدين الثلاث متغيرات الاندبندنت وطريقة الليست سكوير، وهنقول اوكي. هيطلع لي معادلة الانحدار ما بين ال y ك dependent وال x1 x2 x3 ك independent، ال coefficient بتاعت ال regression وال standard error وال t test وال probability وال r square وال adjusted r وال f وال probability وال Durbin Watson وهكذا. هو علامة ان فيه تعددية خطية لما تلاقي ال r square دي كبيرة جدا. لاحظ هنا 96 وجنبها 9، يعني اصلا قريبة جدا من واحد. فلما تلاقي قيمة الار سكوير دي جدا متضخمة، اعرف ان في مشكلة تعددية خطية من غير ما تحسب، من غير ما تعمل اي حاجة. بس الملاحظ هنا ان قيمة ال في اي اف اللي احنا بنبحث عنها هي مش موجودة، مش موجودة ضمن الناتج ده. فانا عايزة اشوف النواتج، المعامل تضخم التباين لاكس 1 واكس 2 واكس 3. طبعا احنا شفنا ان الكلام ده بيطلع من الاس بي اس اس بمنتهى السهولة وفي نفس التيبل. من Analyze down to linear نحط ال y ونحط ال 3x هنا، ونختار في ال statistics نقول Collinearity اللي هي التعددية الخطية، ونقول اوكي. هيطلع لي على طول قيمة التعددية الخطية في العمود بتاعنا الأخير في الجدول بتاع ال coefficient. زي ما انتم شايفين كده طبعا في تعددية خطية كبيرة جدا، لانه زي ما انا قلت لكم انا ولدت الارقام وجمعتها بحيث ان هي يعني خليتها مرتبطه جدا ببعض. فطبعا في تعدديه خطيه ابدا بين المتغيرات، ولا يصلح الموديل ده. لازم طبعا نحذف بعض المتغيرات لو كان فيه بالمنظر ده اصلا، فالداتا يعني داتا فيك يعني، لكن لو كانت واحد بس فبنحذفه. طيب عايزين بقى نشوف الارقام ديت نجيبها من الاي فيوز. هنشوف مع بعض. اول حاجه في طريقه اللي هي الكالكوليشن اللي هي تحسبها، تروح تحذف المعادله ديت وتروح تاخد الاكس 1
تحدي الاكس 3 وتقول open as equation وتحط الاكس 1 هي التابع والباقي مستقل وتقول اوكي. هيطلع لك الاكس 1 dependent والاكس 2 والاكس 3 independent. تاخد الار سكوير دي وتقول copy وتروح في الاكسل تكون حاطط المعادلة بتاعتك دي وتقول بيست. على طول هيتحسب الاف الفي اي اف وهو نفس اللي طلع معانا في الاس بي اس اس. هتكرر نفس العملية ديت لكن المرة دي هتخلي الاكس 2 هي اللي تابع والاكس 1 والاكس 3 independent. هتاخد الار سكوير وتقول كوبي وتروح في الاكسل وتقول بيست. هتلاقي ان جالك ال في اي اف التاني للاكس 2. هتكرر العملية ديت وتقول execution وتحط الاكس 3 هي اللي تابع والاكس 1 والاكس 2 هي اللي مستقل وتقول اوكي. هتاخد الار سكوير وتقول كوبي وتحط في الاكسل وتقول بيست. هيطلع نفس القيم اللي طلعت معانا في الاس بي اس اس. هذه نفس القيم بتاعت ال في اي اف بس طبعا عملناها ك يعني عشان نجيبها بالطريقه دي عملنا 3 مالتيبل ريجريشن. كل مره الاكس 1 هي اللي ديبندنت، المره الثانيه الاكس 2 هي اللي ديبندنت، المره الثالثه الاكس 3 هي اللي ديبندنت عشان نشوف المالتي كولينياريتي بين بينها وبين المتغيرات المستقله. طيب نشوف بقى دلوقتي في امر من الاي فيوز على طول بيطلع لك الكلام ده مباشره وهتطلع نفس الارقام دي 153.9 227.16 55.60 بس بشرط انك تعمل ايه؟ تروح للمعادلة الاصلية. ركزوا معايا المعادلة الاصلية اللي هي بتاعت الواي كديبندنت. نرجع كده للمعادلة الاصلية بتاعتنا اللي هي الواي فيها ديبندنت، الواي هو المتغير التابع والاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 هما المتغيرات المستقلة، وتجيب معادلة الانحدار المتعدد ما بين الواي ك dependent variable x1 x2 x3 ك independent. بعد كده اذهب الى view، خلونا نكبر، بعدين down to coefficient diagnostic، وبعد كده variance inflation factor. هذا هو. فبالضغط عليها لما يكون الواي dependent والx1 والx2 والx3 independent نضغط عليها ضغطة واحدة هيطلع لي ال centered VIF اللي هو ال variance inflation factors اللي هو معامل تضخم التباين اللي نفسه اللي طلع في ال SPSS. فدي طريقتين لحساب ال VIF، اما انك تعملها يدوي بالقانون من ال R square بتاعت كل X، او انك تجيب الموديل الاساسي بتاعك اللي هو ال Y فيه ك dependent وال 3 X كمستقلات وتطلع من الاي فيوز مباشرة. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة في اي اف بالطريقتين من الاي فيوز، اما بطريقة الحساب اليدوي او بطريقة الاستخراج مباشرة من القائمة. شكرا لاستماعكم. الحقوق الفكرية محفوظة لقناتي التعليمية، لا اسمح بنسخ المواد التعليمية وبيعها على اسطوانات باي اسعار رمزية او غير رمزية، ولكن بالطبع اسمح بمشاركة الروابط في اي مواقع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.